عبر الهاتف الشيخ محمد التايب، خطيب وواعظ وكذلك أحد أعيان مدينة بنغازي. شيخنا، هل من السنة النبوية أن تختلف فقهيا مع أحد من المسلمين وتنتهك حرمة بيته؟ السؤال أخي كريم، قلت لك هل من السنة النبوية أن يختلف أحد مع أحد من المسلمين فينتهك حرمة بيته لهذا الخلاف؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أحييك أخي الكريم والمسلمين والمشاهدين الكرام. الحقيقة أن السنة النبوية المطهرة حثت على احترام الأخوة الإسلامية، بل يعني حرضت على المحبة والأخوة الإسلامية، وجعلت التزاور والمحبة في الله يعني كلها من رحمات الله عز وجل. فوجوب رحمة الله عز وجل في 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 المحبة والتأخي، بل وحرمت على المسلم أن يشيح بوجهه على أخيه المسلم بعد 3 ليال. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فلكن ما نراه يعني من بعض الناس عندما يعني يتأولون الأحاديث تأويلات بعيدة، أو يعني يفسرونها تفسيرات غير صحيحة، يعني بحرق البيوت أو انتهاك حرماتها، وفيها آيات ونصوص صريحة بعدم دخول البيوت إلا في بإذن وبعدم التعرض لحرمات البيوت، فنجد من يتأول في ذلك وبحجة أنهم خوارج وأنهم يعني مخالفين للدين، بل منهم من صرح بأن هؤلاء حتى كفار وغير مسلمين أصلاً. طيب شيخ محمد، قدر العالم وبالذات محفظ القرآن الكريم في الشريعة الإسلامية. نعم يعني قدر الله عز وجل العلماء، فجعل يعني قرن شهادتهم بشهادته، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. طيب اليهود فيما ذكر لنا القرآن الكريم من قصصه أنهم استحقوا لعنة الله بقتلهم للأنبياء وللصالحين منهم. أخي هناك تداخل في الصوت أخي، لا أسمعك جيدا. هل تسمعني الآن؟ ربما هناك مشكلة في الصوت لدى الشيخ بالنسبة للإخوة الفنيين، لو تحاولون حلها. شيخ محمد، هل تسمعني الآن؟ نعم، لا نسمعك بصراحة. طيب اليهود استحقوا لعنة الله بقتلهم لأنبيائهم وللخيرين منهم، دون ما تشبيه إنما من باب أن العلماء هم ورثة الأنبياء، ما الجزاء لقتل العلماء وحملة العلم وكذلك محفظي القرآن الكريم؟ يعني لا شك ان الله سبحانه وتعالى يعني توعد لهؤلاء الذين يقتلون الانبياء والذين يقتلون القسط، يامرون بالقسط من الناس. قال الله عز وجل: فبشرهم بعذاب اليم. فهؤلاء ننظر اليهم، ما هل يامرون بمعروف او ينهون عن منكر؟ نجد انهم حقيقه يامرون بمعروف وينهون عن منكر، ينهون عن الظلم، ينهون عن التظالم بين الناس، يامرون بالمعروف، يامرون بالصلاه، ولكن يعني لم ينجوا من أولئك الذين نجا منهم أهل الأصنام، ونجا منهم الكفار، ونجا منهم من يعبد النار ويعبد البقر، ولكن لم ينجوا منهم من يوحد الله تبارك وتعالى ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فهؤلاء يعني فيهم صفات كما وصف الله عز وجل يعني اليهود، فقال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. وأي منكر أكبر من قتل الأطفال وقتل النساء ومحاصرة الناس وتركهم بدون طعام ولا شراب ولا دواء، وقتل الأسرى وقتل الموحدين والناس التي تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والكذب على الناس وانتهاك حرمات الناس وانتهاك المحرمات، يعني وأخذ وسرقة أموال الناس بغير حق وأكل أموال الناس بالباطل. فأي جرائم أكبر من هذه الجرائم واستحلالهم لدماء الناس، دماء المسلمين، بحجة أن هؤلاء خوارج أو دواعش أو غير ذلك من هذه المسميات، بدون أن يقفوا على أثر ولا وقفوا على حقيقة، وبينما كلها شكوك وظنون.
فاستباحوا الدماء واستباحوا بعدها الأعراض واستباحوا الأموال واستباحوا كل شيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طيب شيخنا، من هم بما أنك أتيت على ذكر، من هم الخوارج ومن هو ولي الأمر بحسب الشريعة الإسلامية؟ طبعا هو لا شك أن ولي الأمر وولاية الأمر يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج مجموعة حتى في سفر إلا وأمر عليهم أحدهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يطالب بالرئاسة والزعامة يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم مثلا في سفر أن يؤمروا أحدهم، يأمرهم إذا كانوا في مجموعة وفي يعني في قبيلة أو غير ذلك بأن يطيعوا ولي أمرهم، وجعل طاعة ولي الأمر وطاعة الأمير من طاعته صلى الله عليه وسلم. ولكن من هو ولي الأمر؟ الله عز وجل يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أحيانا يحدث تنازع بين أولياء الأمر منكم والمسؤولين عليكم، فماذا يحدث؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ولكن أن يبرز إلينا بعض الأشخاص يعني خفيفي العقل وخفيفي الأفكار يعني سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان ويقولوا لو أمرنا سيادة المشير أو سيادة المسؤول عليهم بالمعصية لفعلنا ذلك، فهذا أمر لم يحدث لا في سلف ولا في خلف، ولم يحدث عند أحد ممن يدعي الإسلام. فيعني ولي الأمر يعني الذي كان موجود أصلا كان يعني برغم يعني بعض يعني عندهم من الأخطاء أو عندهم من التقصير، فكان المؤتمر العام ودعا أناس كثيرون إلى إسقاطه وعدم تمديده لمدته، ثم بعد ذلك كانت هناك حكومة، فخرج علينا الانقلابي في انقلاب متلفز يعني عبر قنوات إماراتية بأنه الإعلان الدستوري مجمد ومطاردة هؤلاء المسؤولين وكذا وكذا، ثم بعد ذلك خرج بالسلاح، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رفع السلاح علينا ومن حمل السلاح علينا فليس منا، فالذي حمل السلاح على المسلمين والذي يعني خرب الاتفاق الاجتماعي السلمي بين المجتمع فهو الخوارج، وهو هم من ينطبق عليهم لفظ الخوارج وهم من ينطبق عليهم لفظ البغاة، فهم من يقاتلون أصلا حتى يعودوا إلى رشدهم، ولا تقبل منهم إلا بعودتهم إلى عقلهم ورشدهم وإلى دينهم واستسلامهم وتسليم أسلحتهم، لا أن يسلم المدافعون عن أنفسهم أسلحتهم أو ينقادوا لهؤلاء الانقلابيين. الشيخ محمد التايب، نفعنا الله بعلمكم، الخطيب والوعد وأحد أعيان مدينة بنغازي، شكرا جزيلا لك.